افضحها ليه يا دكتور واحنا بنعمل زيها؟ لا مش فاهمه. على فين يا اخ؟ هبص بس على خالي. لا مفيش حد جوه. انا خالي شغال هنا نظر المحطه. مفيش حد يا فندم. يا بيومي يا جمعه يا خالي يا عم جمعه يا عم جمعه يا عم مفيش حد جوه. سجوده ابن اختي. طب تعالى يا حسن. يا خالي الموضوع شكله كبير قوي. الليلة دي مش هتعدي ولا ايه؟ هتعدي هتعدي حسن زي اللي قبلها ما عدى. كبر ايه؟ يومين ثلاثة تحقيق وفي الآخر يعفو أي حد غلبان. مش مهم بقى تيجي في عمل تحويل أو العمل مزدهان. إن شاء الله حتى البت نعمة بتاعت السميت. يعني إيه؟ يعني أنت كمان ممكن تتأذي؟ مش زي اكتر من اللي حصلت. كم راجل وكم عيل ماتوا. تعرف حسن ان دم البني ادم عند ربنا اغلى من الكعبة ذاته. هقول لك على سر الخير. انا شفت القطر وهو بيتقلب واحنا قاعدين جواه. الدنيا كلها عدت قدام عينيا في ثانيه. افتكرت كل حاجة. افتكرت ابويا وامي واختي. افتكرت ورد وافتكرتك انت كمان. افتكرت كل الناس اللي عرفتهم في حياتي. حسيت ان الموت عمال بيقرب. حسيت ان في حاجات كتير لسه ما عملتهاش. اتمنيت ان ربنا يديني فرصة عشان اعوض كل اللي فات. ما هو ده السر يا ابني. السر اللي خفت يا خالي. ايوه خفت. انا اول مره احس احساس الخوف ده. انا شفت الموت بعينيه وهو بيختار وبيلاقي. خد اللي ورايا واللي قدامي وسابني انا اعيش. انا خفت ان الموت يختارني عشان اموت يا خالي. خفت من الموت احسن. أحسن حاجة بتمر على البني آدم في حياته. الموت ده هو نتيجة الامتحان. طول ما البني آدم عايش عايش وخلاص. إنما لما بتيجي لحظة الموت بيعرف لأول مرة في حياته هو رايح فين. بيتخلص من كل الخوف اللي جواه. بيشوف زي الملائكة بالظبط. ما فيهاش دم
والقطرات بتتقلب. هو انت مت قبل كده من الاخر؟ كتير يا حسن. في ناس كتيرة يا حسن عايشين في الدنيا دي هم مش فيها اصلا. عيش يا حسن، عيش زي ما انت عايز تعيش، بس ما تحبش الدنيا يا حسن، ما تحبش قوي يا حسن، ما تحبش قوي عشان ما تحزنش قوي. عيش زي ما انت عايز يا حسن. تانية خالص ولا على بالك اي حاجه فيها. يا بنت يا حنان، وانا زعلتك في حاجه؟ مدام يا ذكرى عرفت كل حاجه وحالفه لا تقطع خبر انا وانتي. يا نهار اسود امال، يا نهار اسود. يا بنت لو تكون عرفت موضوع الفساتين هو في غيره. يا لهوي مش فاهمه تعمل فينا ايه. والنعمه هتموتنا وانتي، والنعمه الشريفه دي كمان حالفه ايه نفخك من هنا ومن هنا لحد ما تقنبري، واكرم اول ما يشوفك يطلع يجري على طول. قديمة. انا قلبي وجعني والنعم. حبيبتي يا زوز ده بنضحك معاكي، بنعمل لك جو كده يا بنت جنب جو الرومانسيه عشان تبقي فرفوشه ومنعنوشه والمغز يتعلق اكتر واكتر. ترى ايه فرفوشه يا بنت الجزمه؟ انت تستني ضرب صرمه صحيح يا بنت المدام تسمعني. مش يا بنت ده بس لا مفهوم سعادتك يا فندم. اكيد ما هي مصر هي الأخت الكبيرة اللي ما تنساش إخواتها أبداً. ما أراضي الأشقاء العرب أراضينا برضو يا فندم. لا ما تقلقش سعادتك، الحكومات الغربية ليها دور مؤثر جداً في المشروع، بس إحنا اللي لينا الصدارة يا باشا. التنفيذ هيبقى بتاعنا، ما تقلقش سعادتك خالص. أوكي يا باشا، مع ألف سلامة. صالح برنس، عايزك تجهز لي ملف كامل بكل الصور والخرائط لكل المدن والمناطق العربية اللي طرحها الحكومة عشان مشروع إعادة الإعمار. وكمان عايزك تظبط لي كل إجراءات السفر قبل المؤتمر بتاع فرنسا بفترة كافية. أوكي؟ إكسلانس. بس على الله اللي جوه الحكومة المرة دي ما يطلعولناش بمية حكاية زي موضوع الأرض الأثرية. حكومة يا صالح؟ هو أنت صدقت؟ صدقت ان الحكومه في ايديها حاجه ولا مومبي؟ احنا لينا باللي شايفينه. اديك قلتها. ايه اللي شايفينه؟ يعني مجرد حكومه صور مش اكتر. اقعد يا صالح. شويه بدل غاليه على كلام مترتب ويتصدر للناس، بس لعلمك احنا لينا جواها ناس يعرفوا يمشوا لنا اللي احنا عاوزينه، ولو عايزينه ما يمشيش برضه لينا ناس في المعارضه يعرفوا يوقفوا. تمام يا منشير. كل ايد ماسكه حاجه يا صالح فوقها الايد الاكبر منها. اوكي، طب ليه سعادتك ما فضلتش في مشروع الانشاءات بتاع حسين البنداري وفضلت الايد اللي ماسكه فوق الشركة الصغننين دول اللي دخلوا علينا؟ حقيقي انا المتخوف من الخساره. مفيش حاجه اسمها خساره، حتى الخسارة بيزنس والأصول. وديك شايف مشروع إعادة الإعمار، دول عظمى بتحارب بقالها سنين وبتخرج في الآخر خسرانة. بس إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بتيجي نفس الدول دي وتستثمر على نفس الأرض، يعني بتبني اللي هدته. العبرة يا صالح مش إنك سبت إيه النهاردة، العبرة هتاخد إيه بداله بكرة وإزاي. مين نقدر نقول ان حالاتهم دلوقتي مستقره؟ مفيش حد في العنايه المركزه؟ مفيش حالات خطيره؟ لا مفيش حد في العنايه المركزه. متشكره جدا. الحمد لله. دكتور، دكتور حضرتك دكتور هنا في المستشفى؟ انا لميس سلامه من يورو نيوز، كنت عايزه اسالك عن بعض التفاصيل الخاصه بالحادث وحاله المصابين. ركبنا المايك يا حمزه. وزير الصحه ووزير النقل. هستاذنك بس ثواني على ما نركب المايك ونبتدي الحوار. كل حاجه تمام.
شاء الله. اللي حصل؟ طب اتعرف بحضرتك الاول؟ علي. دكتور علي هستأذنك لو نطفي السيجارة عشان احنا بنسجل. دكتور علي، ايه الوضع دلوقتي بالنسبة للمصابين، خاصة ان في عدد كبير منهم بيموت يوميا؟ الحمد لله كل حاجة تمام. بحب اشكر وزير الصحة ووزير النقل واشكر الحكومة. كل حاجة تمام، المعدات موجودة، وان شاء الله عدد المصابين يقل ان شاء الله. ازاي حضرتك بتتكلم على ان الحالة مستقرة واحنا عرفنا ان عدد الضحايا وصل ل 28 لحد دلوقتي؟ لا حضرتك غلطان، ال 35 35 طفل، 35 وهو ماتوا واحنا اللي موتنا. دكاترة ما فيش، ممرضين ما فيش، معدات ما فيش، وحنقول قضاء وقدر. لا مش قضاء وقدر، تمانية وعشرين. عارفة مين تمانية وعشرين؟ رقم تمانية؟ لا مش رقم. بص اسمه ايه؟ 28 حازم. حازم ده مش رقم، ده كابتن. كان عايز يكون لاعب كورة. 28 ده مش رقم، ده صاحبي. انتوا ايه؟ حولتونا الارقام؟ لا محترمنا لا ميتين ولا عايشين. ده صاحبي، ده كان عايز كل لعب كرة. احنا اللي موتنا، معدات ما فيش، دكاترة ما فيش، ممرضين ما فيش. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. وعندما عاد الملك الحكيم، بقولك ايه بقى، ايه بقى، انا عايزاكي تنزلي تكملي القصه دي، تقريها تحت في البيت مع بقيه الواجب اللي انا اديناها لك. ازاي حد يبقى قاعد معاك بيتكلم معاك ويضحك ويهزر وفجأة ما يبقاش موجود، كأنه كان حلم وما حصلش اصلا؟ معلش يا ورد، ما محدش فينا ساكن فيها للآخر، كلنا رايحين. ولما ده بيحصل بسرعة قوي كده، ليه كل واحد بيخطي في حياة التاني؟ ليه كل واحد بيعيش دنيا واحد تاني؟ ليه حسن؟ ليه؟ عشان دنيتنا دي مش بتاعتنا لوحدنا. مفيش ركن في حياتنا معداش في حد اللي بنحبه. ساب كلمة هنا، ضحكة هنا، علقة هنا. كل ده ليه؟
عشان نفضل فاكرينه. هو ده اللي مخلينا مكملين يا ورد. بس انا طول عمري الواحد يا حسن وعيت على الدنيا من غير ما حتى اسمع صوت امي. ابويا اخذوا البحر وراح مستغنى بيه عني. طول عمري عايشه في دنيا الناس وعامله منها دنيتي، عامله ان دي اختي وده ابويا ودي امي وده حبيبي. نسيتيني بسرعه كده. هنساك ازاي بس؟ ده انت الحاجه الحلوه في حياتي، انت الصوره الملونه في السواد اللي انا عايشه فيه ده. بس برضه انا مش بقدر اتخيل ابدا ان انا ابقى قاعده كده وحد عزيز عليا فجاه يختفي. حسن والنبي يا حسن اوعى تنساني وتسيبني. مش عارف اقول لك ايه على تعبك من الجد بنفسك. مفيش لا تعب ولا حاجه، ده شغل. هو انت مش هتقعدي تتفرجي عليا وانا بلعب النهارده ولا ايه؟ معلش عندنا ظروف ولازم اروح. خساره، بس انا ببقى فرحان قوي انت موجوده، بحس اني مش لوحدي. وكمان ببسط لما بلاقيكي بتضحكي على النكت بتاعتك بايخه. يا بوي انت ضحكتك صافيه وبريئه. أنا كده خلصت وإن شاء الله مش هيتقطع تاني. بس ما تقوليش إن شاء الله، إن شاء الله تنقطع تاني وتالت وعاشر كمان عشان أشوفك تاني. تشوفني أنا؟ أيوه. أه بس أنا عمري ما شفتك قبل كده. قصدي ما أعرفش شكلك إيه يعني من غير الألوان دي. هو أنا ممكن؟ شكلك مش بطل. شكلك مش بطال يا عزوز. شكلك مش بطال يا ابو عمبو. حسن قدامك قد ايه وتخلص؟ انا خلاص يا باشمهندس، اعتبرني خلصت. طب تمام، تعالى معايا على المخزن بقى عشان نستلم المعدات الجديده. معلش بقى يا ابو علي بتقل عليك. الاثنين الباشمهندسين البهوات اللي معايا متاخر عليهم شغل، وانا بصراحه محتاج حد بيفهم في الحكايه دي. جاهز؟ معاك يا باشمهندس. يلا يا باشا. المكنه تمام؟ كله زي الفل. وشك منور ورا القمر يا أمونة. إيه؟ هنتكسف ولا إيه؟ الواد حتى سافر، وبعدين بصراحة كده بقى أنا بقيت بغير منه، طول النهار داير يحب في المكان، وإحنا مالناش مزاج إحنا كمان نحب ولا إيه؟ إحنا في إيه ولا في إيه يا حاج؟ إيه؟ كبرنا ولا إيه؟ لا، إحنا لسه شباب أهو يا أمونة. ربنا يديك الصحة والعافية. ويديك الصحة. بقول لك ايه؟ المبلغ ده اديه لمرات عطيه، ضروري محتاجاه له. تعيش يا حاج طول عمرك صاحب الواجب. حاضر، بعد الورشه هنزل اديهم لها. لا بعد الورشه ايه؟ انت تنزلي لها دلوقتي على طول، برضه تكون الست عايزه تقضي مصلحه كده ولا كده. كتر خيرك يا حاج. ابو الواجب دايما. بس انت ما منزلتش المينا ليه النهارده؟ لا ابدا، انا مستنيك انت بس تنزلي وهنزل وراكي على طول. قلبي يا اخويا مش مطمن على حسن، مرواحه ومجيه على مصر ده. يا ستي ما تخافيش عليه، خليها على الله.
كله على الله، بس كان يستنى شوية لما صحته ترد له. يا اختي صحته ردت له وبقى زي الفل وعمل الواجب اللي عليه و24 قراط. وبعدين بقول لك ايه، احنا ما صدقنا انه اتشعبط في شغلانه ياكل منها عيش. سيبيه ياكل عيش، ادعي له انت بس يا امونه. ربنا اللي عالم ده عياله في كل سجده. ربنا ما يحرمني منك يا حسن يا ابني يا رب، ويطعمك ما يحرمك، اللهم امين. امين يا رب. الدعوه الحلوه دي ملناش فيها نصيب احنا كمان. كل الدعاوي الحلوه ليك يا حبيبي، ربنا يخليك ويديك الصحه. ما يحرمناش منك ابدا يا امونه. ولا منك يا حبيبي. بالاذن انا بقى. اتفضل يا رب. ركز معايا بقى يا ابو علي. الصندوق ده فيه شحنه اوليه للمعدات اللي جايه من الشركه الالمانيه. تمام. عايزك تتمم عليها، تعمل لي جرد، مش هقول لك تعمل تقرير. يعني اعمل لي لسته كده مبدئيه اكتب لي فيها العدد المطلوب من كل قطعه عشان نطبقها باللي وصل. تمام؟ تمام. اتفضل. بس لما اوظف السؤال يعني، هو مش في توكيل مصر المفروض يبقى مسؤول عن الحاجات دي؟ يعني عشان لو طلع حاجه كده ولا كده، مش ليك دعوه بالموضوع. في توكيل يا سيدي، بس اكرم بيه بيحب يبعت شحناته على مصر بنفسه. علشان الجمارك وعشان يخرج. وبعدين انت بتسال كتير ليه؟ انت مش عايز تشتغل ولا ايه؟ لا عايز طبعا اشتغل. حكايه سهله ما فيهاش حاجه يعني. تمام. هتعرف ولا مش هتعرف؟ لا اعرف طبعا. هي فيها ايه يعني؟ بسيطه. بوظ يا باشمهندس. ثانية واحدة يا ابو علي. ايه يا حسن؟ في مشكلة ولا كله تمام؟ لا مفيش مشكلة يا باشمهندس. كله تمام. طب تمام. جهز لي لسه زي ما فهمتك وابعتها لي على المكتب. يلا باشا. طب معلش يا باشمهندس. معلش يعني انت نسيت ان انا راجل متعلم يعني ودارس الكلام ده كله، مش مجرد فن يعني. وبعدين انا شايف ان الحاجه اللي جوه في الصندوق دي مش زي اللي جايه في الليسته. شايف ان في فرق؟ طبعا في فرق، فرق كبير كمان. العينات مش هي المواصفات، حاجه تانية خالص. لو صدقنا عليها تبقى سرقه. سرقه؟ انا بلغ اكرم بيه هو يتصرف. يا باشا بص ايديك، انا مش ناقص. اكرم باشا مش حللني، مش عايز يسيبني في حالي، انا مش ناقص مشاكل. هقول لك على حاجه، انا مش معاكم. مش معانا؟ ولا عليكم يا سيدي. اعملوا اللي انتوا عايزينه بس بعيد عني. ماشي يا حسن. امشي انت دلوقتي. امشي.